مساء الخير، معكم سامي يوسف. جاي أكلم معكم على حاجة اسمها الـ Emotional Freedom Technique أو تقنية العلاج بالحرية النفسية. مش هنتكلم على تاريخها ولا كل الكلام ده، كل اللي أنا عايز أوصله لكم إن تقنية فعالة جدا، أثبتت علميا، اتعمل عليها دراسات في العالم كله، بتعالج حاجات كتير وحاجات مختلفة، بتعتمد على طاقة الجسم ونقاط الطاقة والمريدينز اللي موجودة جوانا، وبتعالج الإيموشن أو المشاعر المتسببة سواء للبلوكس اللي بتحصل لنا أو للحاجات الفيزيكال أو الجسدية اللي بتحصل معانا. باختصار، إن كل حاجة في حياتنا هي مرتبطة بالمشاعر. العقل الباطن بتاعنا بيسجل مشاعر، المشاعر دي بتترجم جوه الجسم، وبعد ما بتبدأ جوه الجسم وبتتخزن بتبدأ تعمل أعراض جسدية فيما يعرف بالسايكوسوماتيك. فإحنا بنشتغل على المشاعر المكبوتة أو الصدمات الداخلية، بنبدأ نحررها بتكنيك معين وبطرق معينة اللي بيها نعيش حياة سعيدة زي ما إحنا بنحاول نعيش أو إحنا عايزين نعيش. الفكرة كلها إن إحنا بنعمل حاجة اسمها تابينج على نقط معينة في الجسم. النقط دي بتنشط مسارات الطاقة الجسدية وبتزيل أي بلوكس موجودة. بنشتغل بالتايم لاين ثيرابي وبنشتغل بالإيموشنال فريدم تكنيك عشان نوصل لأساس الصدمات اللي حصلت في حياتنا. في حاجات كتيرة ممكن تحصل لنا إحنا مش مدركين إن هي سبب صدمات في حياتنا، ممكن تكون حاجات بسيطة جدا بس بتعمل بلوكس وبتعمل ترام وبتعمل صدمات كبيرة جدا في حياتنا المستقبلية. فإحنا هنتكلم مع بعض في حلقات منفصلة على ايه هو العقل الباطن، ايه هو العقل الواعي، ايه العلاقة ما بين العقل والجسد مع بعض، ازاي حاجة حصلت في الماضي من 10 15 سنة ممكن تأثر علينا يعني بحاجة قوية جدا دلوقتي في الوقت الحاضر في البريزنت بتاعنا. هنتكلم على السيلف سابوتاج او وهنتكلم على السيلف فالفلينج بروفيسيز. هنتكلم على كل الكلام ده في حلقات منفصلة. سعيد ان انا هبقى معاكم، وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة مع بعض نطور بيها من حياتنا وتكون إيجابية في حياتنا وفعالة. شكرا لكم، مرسي.